مكرونه بكبكه وشغل جامد جدا. سعداء جدا الحقيقه النهارده بمستر بيتسو، سعداء جدا بردود الافعال اللي بنسمعها من حضراتكم وبنشوفها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا وحاجه رائعه جدا. هو ده جمهور النادي الاهلي، يعني طبعا سعداء مستر موسيماني. وانا الحقيقه النهارده مش عامل الموضوع بروتوكولي، بمعنى ان احنا كاننا قاعدين في البيت وقاعدين مع اصحابنا وقاعدين بناكل وبنشرب وانا شايف في مفاجاه كمان داخله علينا. ايه؟ السلام عليكم. كابتن سعيد، all this food for you. بص انا عارفك وعارفه، انا جاي اتعرف على الخير فين. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ all this for you. انا عارفك وعارفه، انا جاي اتعرف على، انا عايز اكمل اعرف الباقي بقى. ازيك يا كابتن سعيد؟ عامل ايه؟ وحشني. كله كويس؟ اخبارك ايه؟ مستمتع جدا بالكلام، وحاجه ممتازه جدا. اذا كان في فتره اللي فاتت دي حد كان لازم ياخد حقه بجد، يعني كان بيتسو، يعني جهاز الفني تعب جدا، تعبتوا جدا كلكم الفتره اللي فاتت.